يبقى احنا كنا بنتكلم على كابتن ابراهيم سعيد، يكون معايا على التليفون يقول لي ردوا على الكابتن على محمد صلاح نجمنا ونجم ليفربول في هذا الفيديو. خسرته وهيمه، خسرته. ايوه، ازيك؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ ازيك يا حبيبي؟ اخبارك ايه؟ منور الدنيا. انت حبيبي نجم، انت برضه هيمه نجم اهو، نجم والله ما شاء الله. كان نفسي تكمل ابراهيم في الدوري الانجليزي، كان الوضع بقى مختلف يعني، بس ما زلت طبعا. قبل ما اتكلم بس الموضوع محمد صلاح، طبعا اولا ده شرف ليا، بس انا عايز اتكلم على موضوع مصطفى محمد. ماشي. لو متابع كده، ما اعرفش بقى كنت معاك او مع اسلام من حوالي تقريبا 3 اسابيع، اول ما مصطفى محمد اتنقل لجلطة سراي، الحمد لله كان في تصريح ليا، قلت ان مصطفى محمد لو ركز ان هيبقى الواجهه بتاعته الفتره اللي جايه للدوري الانجليزي، واعتقد ان اليومين اللي فاتوا كان في كلام جدا ان هو احتمال يتسال للدوري الانجليزي. لان هو الولد كان مركز. في تقارير بتقول كده فعلا يا ابراهيم. انا اول الحمد لله اول تصريح، انا اول واحد قلت الموضوع ده، لان فعلا مصطفى محمد من اللعيبه كويسه جدا، وعارف ان جلطة سراي من الفرق القويه جدا، وبيقدر يسوق كويس، والحمد لله الفتره اليومين اللي فاتوا كان في كلام ان هو طالع الدوري الانجليزي. دي اول حاجه بتمنى له التوفيق، لان هو لاعب كويس ومجتهد، واعتقد ان الفتره الاخيره هو مركز بشكل كبير جدا مع جلطة سراي. بتمنى له التوفيق، وان شاء الله يكون نقله كبيره جدا بالنسبه له، انه يتاهل للدوري الانجليزي في احد الانديه الكبرى يعني. صحيح. دي حاجه. موضوع محمد صلاح، طبعا اكيد محمد صلاح اخ صغير ليا، وانا بتشرف ان هو اتكلم عليا. وعلى فكره هو لما وايه البطه دي يا ابراهيم؟ ايه البطه اللي انت حاططها دي؟ بس مش فاهم. عايز تقول ان انا خسرت محمد صلاح؟ البطه اللي انت حط حاجات غريبه انت يا ابراهيم. ده هي موضوع دعابه مش اكتر يعني. بس طبعا خلينا نتكلم، زي ما قلت لك ان محمد صلاح اخ صغير ليا، وانا من اللعيبه اللي انا بحبها جدا حقيقي. وانت عارف ان انا من الناس اللي بتحب ايفرتون، لاني واحد من الناس في يوم من الايام لعبت فيه. صحيح، لعبت في ايفرتون، فانا بحب ايفرتون جدا. فانا ما بتابع ليفربول، بل انا بتابع ليفربول عشان محمد صلاح. تمام، دي حاجه. واولا ذكر اسم ان محمد صلاح طبعا من افضل لاعبي العالم، ومن افضل 3 لعيبه في العالم، ان هو يذكر اسم ابراهيم سعيد من قلبه. على فكره هو الكلمه يعني، هو نسي اسماء كثيره جدا شاركت وممكن تكون احرزت اهداف، زي منهم مثلا النني. فان هو يذكر اسم ابراهيم سعيد، فدي محبه، فعلى فكره دي شهاده اعتز بيها، ودي محبه منه ليا، فانا بحبه جدا. كلنا بنحبه. وعلى فكره ده فخر ليا على فكره يعني، ان هو اصغر مني. وكان وحتى يمكن انا من تصريحات من قبل كده اتكلمت، قلت ان كنت بتمنى في يوم من الايام ان محمد صلاح يكون من ضمن اللعيبه اللي شاركت معانا في الجيل، كان هيبقى وضعه افضل من كده صدقني بمراحل. بس هو طبعا اختار طريقه وركز، وما شاء الله ربنا موفقه. وعايز اقول لك حاجه فعلا يا فاروق بجد، لو كان من ضمن الجيل بتاعنا وكان متواجد في الفتره اللي احنا كنا متواجدين فيها، كان هيبقى اكتر من كده، كان ممكن يبقى افضل لاعب في العالم. صحيح. حقيقي. ابراهيم، انت كان ليك ذكرى كده مع ايفرتون، انت عارف ان طبعا الديربي دايما ما بين ايفرتون وليفربول. ان انت حطيت شعرك احمر بالنسبه للجماهير. بس خد بالك ان انت انتمائك برضه لايفرتون، فده حاجه كويسه على فكره. ايفرتون من الانديه الكبيره جدا في انجلترا. بس قول لي يعني. قول لي ليه الاحمر يعني؟ كنت ده انت غصت جماهير ايفرتون في اليوم ده. متفتحه. وعايز اقول لك حاجه يا فاروق بجد والله، يمكن انا اتكلمت في التصريح اكتر من كذا مره في النقطه دي، ان انا كنت هشارك اساسي على فكره. دي كانت نقطه التحول والتغيير في حياتي بشكل كبير جدا مع ايفرتون. بس خلينا نتكلم بس يا فاروق، ان عشان الناس بتقعد تتكلم في النقطه دي، على فكره الحياه اختلفت تماما من 10 سنين عن دلوقتي. يعني الموضوع دلوقتي بقى اسهل. صحيح. بقى الموضوع فيه احترافيه اكتر. الدوري الانجليزي على فكره يمكن ما كانش بالشكل ده، كان الدوري الانجليزي اصعب من كده على فكره. الدوري الانجليزي دلوقتي بقى فيه كوره، بقى فيه مهاره. صحيح. زمان في الفتره اللي كنت متواجد فيها ما كانش فيه كوره، لدرجه ان انا كان ديفيد مويس لما كنت برقص كان بيزعل. يا سلام. ده حقيقه والله. لا ده انت تيجي تحكي لنا الكلام ده كله بقى هيما بقى المره الجايه. حبيبه هيما، نورتنا وشرفتنا. قبل ما اقفل معاك، انت بتديني مش معنى شادي محمد يعني ما خلص الحلقه؟ ما انا محضر لك مفاجاه ان شاء الله، انت وهو هتبقى معايا في الاستوديو كده. شادي محمد خلصت الحلقه اللي فاتت، ما كانش مديني فرصه بس اتكلم. ما هو مش موجود، لما يبقى موجود هدخلك تاني والله. يعني مش فاهم يعني. مش موجود والله، لما يخش هدخلك. هو حبيبي شادي طبعا، انا مبسوط ان هو متواجد معانا في البرنامج الكريم، وبتمنى له التوفيق، وان شاء الله يكون اضافه لينا. حبيبي بس ما في النقطه دي، انا بشكر محمد صلاح على على ان هو ذكر اسمي. تمام. ودي محبه منه ليا، وانا محمد صلاح انا بحبه جدا، وبتمنى له التوفيق، وهو موفق، وان شاء الله يكون افضل لاعب في العالم في خلال ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. يا هيما انا بشكرك، وانا بهرج معاك برضه، هدخلك صدقني مع شادي عشان تلاقي. حبيبي حبيبي. طيب.